كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لدى وصوله إلى البلاد مساء أمس بحفظ الله ورعايته قادما من دولة قطر الشقيقة، بعد أن قدم سموه التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله. كما كان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة وسفير دولة قطر الشقيقة لدى المملكة وسفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد غادر مملكة تايلاند في وقت سابق متوجها إلى دولة قطر الشقيقة بعد زيارة شارك فيها سموه في مؤتمر القمة الثانية للحوار الآسيوي ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، كما عقد سموه جلسة مباحثات مع معالي الجنرال برايوت شان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند تناولت السبل الكفيلة بتقوية آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والدولية وتوحيد المواقف فيما يتعلق بالتطورات الدولية في شقيها الأمني والاقتصادي. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل وترحل. هذا وكان قد قدم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله، وذلك في قصر الوجبة بالعاصمة القطرية الدوحة. وقد أعرب سموه عن تعازيه ومواساته إلى أنجال الفقيد وإلى أسرة آل ثاني الكرام، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان، مشيدا سموه بمآثر الفقيد الراحل رحمه الله ومناقبه الحميدة ومسيرته الحافلة بالعطاء والتي كرسها في خدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية. من جانبهما أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية النبيلة التي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر الشقيقة مساء أمس لتقديم واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله. وقد كان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار الدوحة سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لصاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بدولة قطر الشقيقة،
وقد تبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع ممثل أمير دولة قطر الشقيقة ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الأحاديث الودية بشأن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة. ثم توجه موكب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يرافقه ممثل أمير دولة قطر إلى قصر الوجبة لتقديم واجب العزاء. هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دولة قطر الشقيقة في وقت لاحق من يوم أمس، حيث كان في وداع سموه بالمطار ممثل أمير دولة قطر الشقيقة.